الفقرات، كل مرة نحكي لكم على غرام جديد في حكاية غرام. حكاية غرام. الغرام ديما عنده حكاية، وشنية الغرام اللي باش نحكيه فيه اليوم مع سامر التريفي. صباح النور سامر. صباح الخير ماري. مرحبا بك سامر. دونك اليوم ممكنش نحكيه على أبو الفنون إذا كان نسميوه، وإذا وهي التسمية الصحيحة ليه، المسرح وغرامك بالمسرح. خلينا نحكيو ساعة، نقولو قبل ما نوصلو للغرام نتاعك، سامر التريفي شكون هو؟ سامر التريفي طفل يسكن في المنصورة، عمره 19 سنة، باك انفورماتيك في ليسي جازار، مغروم بالموسيقى. بعد ما عازف على آلة الأورغ جاتو تجربة في المسرح في دار الثقافة جر. وقتاش بديت التجربة؟ وقتاش بديت التجربة؟ بديت عندها عامين تا. دونك في 17 سنة، اللي هو أنت من الأول بديت مغروم بالموسيقى واللي أنت تعزف على آلة الأورغ. من وقتاش تعزف على آلة الأورغ؟ أنا ملي صغير نعزف على آلة الأورغ، من بعد كنا التحقت مع الفنون في المونستير، مشيت قريت غادي كنا، بعد كنا رجعت لنا القروان، عديت الباك لنا في قروان. داكوغ. دونك في 17 سنة هكا حسيت روحك مغروم بالمسرح ولا اكتشفوا الهوية نتاعك؟ انا مغروم من قبل، كي لقيت الكلوب استعملوا في دار الشباب في المنصوره، دخلت جربت يا اخي لقيت روحي عندي منقور. ستيل الشخصيات اللي تلقى فيهم روحك؟ كل شيء. دونك الشخصيات الكل تنجم تتقمصهم، الادوار الكل اكيد ديما هو فما ادوار محبه عند الشخص يحب ياخذ يتقمص دور معين. انا عملت تجربه بور انفون في مسرحيه لماذا لا تغني النمله، ديجا خذيت الجائزه الاولى في المهرجان الوطني. اي بعد التجربه ذيك وليت نميل اكثر للبور انفون، الكاركتير هذوك نتاع الصغار. الحوايج هذيك فهمتني. دونك تحب توصل الرساله للصغار والا الشخصيه اللي تتقمصها تقرب برشا للصغار؟ الشخصيه اللي نتقمصها تقرب برشا للصغار. دونك في السيل هذايا لقيت روحك، لقيت ديفيكولتي في الانخراط في الانتيغراسيون مع الجروب نتاع المسرح اللي نجموا يكونوا هما خاطر اقل سن بداو المسرح، انت جيت في 17 سنه، هل انا لقيت صعوبه والا كانت عاديه على اعتبار انه هي حكايه غرام؟ با دي دو، خاطر الكلنا ميم جينيراسيون. فوق من هذا كل نشكر انسي محمد مهدي القلعي اللي هو اضطرنا، عرف كيفاش اخونا وعرف كيفاش ورينا وعرف كيف فهمنا ان الحكايه ذيك راهي صعيبه مش سهله، ولازمها برشا خدمه ولازمها برشا برايف باش نجموا نوصلوا نعملوا كرياسيون جديده ولا خدمه مزيانه بها. سورتو المسرح ممكن اصعب شويه من السينما، من الحاجات هذوك، على اعتبار انه كي تجي باش تعمل مشهد تنجم تعاود، لكن المسرح ارتجالي، الغلطه بحسابها. بيان سور، المسرح راك تصنع في فرجه، معناها الجسد نتاعك هو اللي ظاهر الكل. الفوت ممنوع، خطا ممنوع، كيف كيف الكلام الصوت. انا مثلا مرات سيرسين صوتي بحاح فهمتني، لازمك ترتجل وقتها، لازمك تلقى كيف تخرج منها. صارت لك وضعيات نتاع تنسى لي باغول، لازمك ترتجل. مش ننسى اكثر منه، مثلا مره صار لنا اكسيدون في حمام سوسه، عندنا ممثله طاحت فهمتني، خرجت انا وطفل صاحبي نسيم مسكيني، وقتها خرجنا ارتجلنا باش نجمنا نعديوها. مثلا كيف كيف فاست الصوت، مرات ضاع عليا الصوت، لازم كيف كيف تلقى حل، تعرف كيفاش تتاقلم وتعرف كيفاش تخلق الفرجه، كيف سوا بالصوت بالحركات بشنو باش تعمل، لكن الميساج لازم يوصل في الاخر، وكل الرساله اللي لازمها توصل. غرامك كي نجي نقارن، انت قلت لي بدا غرامك من الاول بالارك وبعد مشيت للمسرح، توا وين يلقى روحه سامر التريفي؟ سامر يلقى روحه نجم نقولوا في المسرح. على خاطر نميل اكثر انا للمسرح، علاش؟ على خاطر هو ابو الفنون، نجم نمثل فيه، زاد فيه تاش نتاع الموسيقى، تاش نتاع كتابه، تاش نتاع الاخراج، فهمتني، دراماتورجي، هذا الكل. معناه انا هذوم الكل نحب مش نختص فيهم، اما ناخذ فيهم افكار ونعرفهم شنو هما كيفاش يسيروا كيف يتعاملوا. المسرحي المسرح ابو الفنون. حنحكيو على طموحاتك بالنسبه فيما يخص المسرح، هو لحد الان انت جوست في المسرح اللي في دار الثقافه في ولايه القيروان. شنو طموحات سامر؟ طموحات سامر انه يكمل ياخذ الباك نتاعو ان شاء الله، بعد كينا يمشي يختص، انا نحب نعمل سينما، يمشي يقرا سينما،
دونك باش تنفيستي القرايه نتاعك في الغرام نتاعك يعني باش تكون لورينتاسيون فيما يخص السينما والدومين هذيا مع العائله نتاعك. خاطر ديما السؤال هذا اللي نطرحوه احنا مع العائله نتاعك، قاعد تلقي صعوبه في ممارسه الهوايه نتاعك بعد فكره اللي انت مش تمشي السينما لانه فيها سوق الشغل الافاق هذيا؟ معناها النجم يطرح سؤال يطرح نفسه خاصه الاولياء نتاعكم. انا عندي ام مش عاديه. انا عندي ام مش كي نعمل درا شنو ديما معايا ديما بسيبورت حاجه بيه، هي حاجه بيه معني مش عاديه راه في السونس بوزيتيف في السونس بوزيتيف، وهو معناها واحد به كي يبدا عنده سيبورتر هكا يدز معاه وقتها. قدم لها تحيه، قدم لها تحيه، يقول اسم الوالده وقدم لها تحيه، الفرصه ليك. راه امي سميره تقري في دمارس مربي، قدم لها اكبر تحيه. نقدموا لها تحيه مدام سميره وهي قاعده تربي في اجيال ما شاء الله، هي معناها مربيتك انت والحاجه الباهيه باهي يبدا الولي عن وعي في اللي قاعد يعمل فيه، ما يصدش صغيرات. خاطر احنا راهو في بلاستيك انت جاو برشا من اللي عندهم مواهب لكن مالوغوزمون لقاوك الصدم الاولي نتاعهم ما كانوا لهمش سند، وكانت فما بعض التذمر من الحاجات هذوما. انا نحب نقول خليه الصغير هو اللي يختار هو وين يحب يمشي، هو شنو اللي يعمل، خاطر اونفانت كونت هو اللي زي مستقبله هو المسؤول عليه. كسوا كان باهي ولا خايب ولا لقى صعوبات ولا ما لقاش صعوبات، اما اذا كان تحط له انت العصا في العجله وهو صغير برشا مشاكل نفسيه نجم يعيشهم ساعه ذي بينه وبين روحه كما تنجم توفى بالخير. فوالا خليه معناها يمارس الميولات نتاعو والطموحات، وبعد هو ديجا باش يكون الاختيار نتصور معناها عن وعي ومعناها انسان باش يكون راشد بعد. شو كي سيغ انت ديجا ماكش مضيع قرايتك اللي ما شاء الله هكا سنة بكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لك ديما بيان سيغ. هذاك ايش يحبوا الاولياء، يحبوا القرايه ويقول لك بعد هذوك من المكملات اعطيني تنجح في قرايتي. دونك انت هذه الكارونتي داركم لازمك تنجح في القرايه وبعد اعمل اللي تحب عليها. وي فوالا شنو كلمه الختام وشكون تحب توجه؟ نحب نشكر أصدقائي الكل أولاد الحومة فهمتني، نحب نشكر أي إنسان وقف معايا كسوا بكلمة باهية ولا بجيست باهية ولا بأي حاجة. شنو آخر نشكر الوالدة ونشكر سي محمد مهدي القلعي مخرج قد الدنيا في القروان. واحنا نشكرك انت يا سمر التريفي، نتمنى لك اكيد التوفيق وان شاء الله المسيره نتاعك تتواصل ونشوفوا الاسم هكا في مختلف الوسائل الاعلاميه. ان شاء الله بالتوفيق ليك، وديما نقول لنا شدوا في حلمتكم وشدوا في طموحاتكم وغرامكم سورتو كانت هذه حكايه غرام.